اهلا، في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نعمل داونلود لبرنامج بلندر من الموقع الرئيسي بتاعه. كمان هنتعلم ازاي نعمل له انستول. يلا بينا. لكن قبل ما نبدا عمليه داونلود لازم نعرف حاجه مهمه قوي. برنامج بلندر هو برنامج مجاني كامل ومفيش منه اكتر من نسخه، يعني مفيش نسخه بفلوس ونسخه فري. البرنامج كله مجاني، ده معناه ان احنا مش هنلاقي مشكله ان احنا نخش نعمله داونلود من الموقع الرئيسي بتاعه. عشان ادخل للموقع الرئيسي بتاع بلندر مش محتاج اكتر من اني اكتب في الامبتشر ال بتاعي اكتر من blender.org، وهو ده الدومين او اللينك بتاع الموقع الرئيسي بتاع بلندر. بعد ما ادخل على الموقع الرئيسي بتاع بلندر هلاقي فيه حاجات كتيرة قوي، تمام، زي مثلا اخبار او نيوز عن بلندر، تمام. بعد كده شوية اعلانات للفيتشرز بتاع بلندر، طبيعي جدا. بعد كده هنلاقي مثلا اعلانات على الكلاود بتاعهم، وهم عندهم كلاود محترم قوي، في توتوريالز وفي ريسورسز وفي بلجن، وممكن ان انت تعمل سبسكرايب فيه او تشترك فيه مقابل قيمه شهريه. لكن ده كله ما يهمناش دلوقتي، يهمنا من الصفحه بمنتهى البساطه الجزء الرئيسي اللي تحت السلايد شو، واللي فيه الزرار دوت اللي هو زرار داونلود بلندر 2.81 او تحميل نسخه بلندر 2.81. طيب لازم ابقى عارف برضو ان لغايه اللحظه اللي انا بسجل فيها الفيديو دوت بلندر 2.81 هي النسخة الرئيسية المستقرة. يبقى النسخة الرئيسية المستقرة في بلندر لغاية اللحظة اللي بسجل فيها الفيديو ديت هي بلندر 2.81. بمجرد ان اضغط على الزرار دوت الموقع هينقلني لصفحة الداونلود من موقع بلندر. اول حاجة هقابلها عندي زرار شبه قوي الزرار اللي كان قبليه اللي هو داونلود بلندر 2.81، تمام. اول ما اضغط على الزرار دوت هيبدا عمليه الداونلود. لكن اخد بالي من حاجه مهمه قوي، من السطر اللي تحت الزرار دوت اللي هو ويندوز انستولر، وده معناه ان لما اضغط على الزرار دوت النسخه اللي هيتعمل لها داونلود هي نسخه خاصه بنظام تشغيل الويندوز. فلو ده هو اوريدي نظام التشغيل بتاعك فمفيش مشكله، ممكن تعمل داونلود بمجرد ان انت تضغط على الزرار دوت. لكن لو نظام التشغيل بتاعك مختلف ممكن برضو بمنتهى البساطه تيجي على الليسته اللي تحت الزرار دوت، هلاقي فيها لينكات لنظم التشغيل التانيه زي لينكس لو انت عندك لينكس، وزي الماك لو انت عندك ماك، تمام. انا في العموم نظام التشغيل بتاعي ويندوز، فهختار منها ويندوز انستولر بالشكل دوت. على طول هيبدا عندي داونلود خاص بنسخه بلندر. ومن اهم مميزاته انه حجمه برضو مش كبير قوي، وخصوصا لاصحاب النت الضعيفه هو كل حجمه عباره عن 133 ميجا، وده معناه انه هينزل بسرعه من غير ما يكلفك لا وقت ولا نت. بعد ما يكون نزل هبدا على طول عمليه التسطيب. هضغط دبل كليك على النسخه اللي نزلت، هيفتح لي الويزرد بتاع التسطيب. طبعا اول شاشه بتقابلني هي شاشه الترحيب، اضغط نيكست. بعد كده عند شاشه اللايسنس او الاتفاقيه بتاعه بلندر مش محتاج اكتر من انك تاكسبت او توافق عليها، اضغط على تشيك بوكس دوت. بعد كده هضغط نيكست. هنا شاشه الكاستم سيت اب، ودي بتبقى مقسومه لجزئين. اول حاجه جزء البلوجنز، وده لان انت تشيل وتحط وتعدل في البلوجنز بتاعته. لكن في العموم بلندر مش محتاج
اي تعديلات في الجزئيه ديت، يهمني بس الجزء اللي تحت واللي فيه الباص اللي انا بختاره عشان اسطب فيه بلندر. طبعا هو مختار لك ديفولت باص اهوت تمام في السي في بروجرام فايل، لو انت موافق عليه مفيش اي مشكله ممكن تضغط نيكست. اما لو انت عايز مكان تاني تسطب فيه البلندر سهل قوي، اضغط من براوز ومن هنا اختار المكان التاني اللي انا عايز اسطب فيه بلندر. تمام، انا ما عنديش مشكله ان اسطبه في السي لان زي ما انا قلت قبل كده حجمه مش كبير. بعد كده هضغط نيكست، بعد كده هيقول لك خلاص خلاص كل حاجه تمام وهو ريدي تو انستول بلندر. هضغط انستول، مش هياخد معايا وقت كتير عشان زي ما انا قلت قبل كده ملفاته مش كبيره، حجمه مش كبير، يعني ماكسيمم دقيقه ولا اتنين وهيكون اتسطب معايا. بعد كده هتجيلي الشاشه النهائيه اللي هي شاشه كومبليتد، هختار منها فينيش، هفتح قائمه البرامج بتاعتي وبعدين هلاقي فيها بلندر ظهر عندي، هضغط عليه هيفتح لي بلندر.